جددت الفنانة الجزائرية فولا تحديها للسلطات المصرية بعد ترحيلها من مطار القاهرة مؤخراً، وأكدت أنها ستدخل مصر ولو على جثتها. وقالت فولا في تصريحات خاصة نقلتها صحيفة الأنباء الكويتية أنها أوكلت محامياً لإجراء اتصالات مع القائمين على جمعيات حقوق الإنسان في مصر وفي باريس من أجل إعادة فتح الملف من جديد، وعزمت على أنها ستثبت براءتها وستكشف من دبر لتلفيقها القضية. وأكدت المطربة الجزائرية أنه في القريب العاجل إن لم أدخل مصر معززة مكرمة فسيكون لي تصرف آخر، قبل أن تضيف مثلما قالوا لي منذ 18 سنة على جثتنا لو دخلت مصر أقول لهم على جثتي لو ما دخلتش مصر.